في فيديو النهاردة هنتكلم عن فنانة قدمت أعمال كتير، لكن دورها الأبرز والأشهر كان في مسرحية سك على بناتك، وكان اتوقع لها الكل، نقاد وجمهور، مستقبل كبير جدا في الفن. لكن فجأة تحولت حياتها 360 درجة ودخلت في دوامة كبيرة خرجت منها حد تاني خالص. تعالوا نتكلم ونتعرف أكتر عن الفنانة إجلال زكي ونشوف سبب ابتعادها عن الفن السنين دي كلها وشكلها بقى ايه دلوقتي. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. اسمها بالكامل إجلال زكي أحمد، وإجلال من مواليد 8 أغسطس سنة 1951، وعندها دلوقتي 69 سنة. كان والدها طيار، وخدت إجلال لسانس أداب سنة 1973، وكان أول ظهور ليها سنة 1974، وده من خلال مسلسل البوسطجي. بعد كده شاركت إجلال في أعمال فنية كتير، وقدمت دور زوجة الأديب طه حسين الفرنسية في فيلم قاهر الظلام سنة 1978. كمان شاركت إجلال في كتير من الأفلام السينمائية زي فيلم رجل بمعنى الكلمة وفيلم الطيارة المفقودة، وطبعا مش ممكن ننسى دورها المميز في مسلسل عائلة شلش، لكن بيعتبر من أبرز وأهم أدوارها دورها في مسرحية سك على بناتك مع الفنان الراحل الكبير فؤاد المهندس سنة 1980. أما بالنسبة لحياتها الشخصية، فالفنانة إجلال زكي اتجوزت 3 مرات. أول مرة اتجوزت فيها كانت من المخرج والفنان محمد خيري، واللي كان حاول الانتحار قبل كده لأنه كان بيعاني من مشكلة في فيلم كان شارك فيه، لكن الفنان أحمد زكي أنقذه وقتها من الانتحار. وبعد انفصال إجلال زكي عنه اتجوزت لتاني مرة، والمرة دي اتجوزت من المخرج اللبناني يوسف شرف الدين، لكن برضو انفصلت عنه وحصل الطلاق بينهم. بعد كده اتجوزت لتالت مرة من الكاتب المصري نادر أبو الفتوح. ودلوقتي تعالوا نتكلم عن فترة سجنها وسبب ابتعادها عن الفن. في فترة التسعينيات اتقبض على الفنانة إجلال زكي بتهمة ممارسة الفجور وتسهيل الدعارة، واتسجنت لمدة 7 سنين، لكن بعد استئناف الحكم خدت البراءة. والحقيقة رغم حصولها على البراءة في التهمة اللي قلبت حياتها 360 درجة، إلا أن حكم البراءة جه متأخر قوي، وكانت وقتها الفنانة إجلال زكي كل اللي بتتمناه من الدنيا يوم ما خدت البراءة أن تكون والدتها على قيد الحياة عشان تفرح ببراءة بنتها وترتاح، وده لأن والدتها كانت بتحضر وكانت بتعاني في كل جلسة محاكمة لبنتها، وده اللي خلى إجلال تطلب من القاضي في آخر جلسة ليها إنها تحبس نفسها وما تخرجش للناس حتى في الجلسات، وده اللي قالته إجلال بنفسها في لقاء ليها بعد خروجها من السجن، لما قالت أنا اتسجنت أكتر من المسجونين، أنا اتسجنت 6 سنين قبل الحكم بالبراءة، وكانت أمنية حياتي أن تشعر والدتي ببراءتي وتفرح بيها، لكن ده قضاء الله. كمان كان طلع إشاعات كتير وقت سجنها بأن وفاة ابنها كان بسبب سجن والدته وأنه انتحر، وقالت إجلال أن دي أكتر حاجة بتحزنها، وقالت ليه الناس بتتكلم في كل حاجة هما ما يعرفوش حقيقتها، لكن هما في النهاية معذورين وأنا ما اشتكتش وما دفعتش عن نفسي قدام الناس. وقالت إجلال أن ابنها توفى قبل القضية اللي اتسجنت فيها، وأن وفاته ملهاش أي علاقة بسجنها، وأن كل الكلام اللي اتقال عن انتحاره هي إشاعة سخيفة. كمان زاد ألم إجلال في فترة سجنها بتخلي أصدقائها عنها وهي في محنتها، وده الخوفهم أن أسمائهم تيجي في القضية، لكن إجلال التمست ليهم العذر. وبعد خروجها من السجن ما اعتذرتش الفنانة إجلال زكي الفن، لكن بعدت عن الساحة الفنية، وده بسبب الأزمات القلبية اللي مرت بيها، وعملت أكتر من عملية لتغيير الشرايين في قلبها، لحد ما رجعت الفنانة إجلال زكي مرة تانية، وده من خلال ظهورها على السوشيال ميديا بصور جديدة ليها صدمت جمهورها وكل محبيها، وده بسبب التغيير الكبير اللي حصل في شكلها دلوقتي عن شكلها زمان اللي عرفها بيه الجمهور. والحقيقة التغيير الكبير في شكلها كان سبب الرئيسي هو تقدمها في العمر والأزمات الصحية والنفسية اللي مرت بيها طول حياتها. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه أسرارنا ما خلصتش. استنونا في فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.